العزيزة المستعملة موجودة حوالينا بالسوق بكثرة ومتداولة بين كل الناس، كيف فينا نتفادى غش التجار ونشتري جهاز يكون نظيف بخطوات سهلة وبسيطة؟ راح نعرف مع بعض بالفيديو. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ كل عام وأنتم بخير. أولاً بعيد الأضحى، وإن شاء الله العيد الجاي تكونوا كلياتكم على جبل عرفات. حلقتنا اليوم أو فيديو تبعنا اليوم هو عن طريقة فحص الموبايل المستعمل بحيث إنه ناخد موبايل يكون نظيف يتم على فترة وما نكب مصاريفنا على الفاضي. تغاضياً عن موضوع الفحص الخارجي اللي كلياتنا بنعمله أول شيء ببداية تعرفنا على الموبايل اللي بدنا نشتريه، هو إنه نشوف الجهاز فيه خدوش، صدمات خارجية، ضربات، الزجاج تبعه مكسور، الشاشة. هذا أمر طبيعي كلياتنا بنقوم فيه، بس ما هي هي النقاط الهامة. النقاط الهامة اللي لازم نفحصها هي نقاط داخل الجهاز، من بطارية لمايك لكاميرات لشاشة لتاتش. هذا شيء رح نعرفه بالفيديو كيف بدنا نعمله خطوة بخطوة. أول شيء لازم تفحصوهم بأي موبايل مستعمل حابين تشتروه هن البفلات والمغريفونات، لعدة أسباب، بس السبب الأهم هو إنه هاي القطع هي أول قطع تتعرض للمياه لما يقع الموبايل بالمي أو لأي سائل تاني. هاد الشي بيعني إنه هي عرضة لأنه تتلف قبل القطعة التانية لما الجهاز يقع بالمي أو بمواد تانية، إن كان مشروبات أو مواد سوائل تنظيف أو حتى يعني بالتراب أو الوحل. كيف فينا نعمل هذا الشي؟ في فيديوهات كتيرة على اليوتيوب أو على أي موقع تاني تعطي درجات زبزبات معينة من المغريفون أو من البافل بحيث إنه الموبايل يتعلى صوته على الأخير ويطلع منه أي شيء كان علقان جوا، أو إذا كان البافل عطلان يعني راح يطلع صوت غريب. والمغريفون هو إنه نجري اتصال أو مكالمة أو نبعت تسجيل صوت لأي حدا أو حتى عن طريق برنامج التسجيل الصوتي اللي موجود بالموبايل إن كان آيفون ولا سامسونج، ونشوف جودة الصوت حلوة واضحة ولا الصوت فيه خشة أو فيه شيء لو مو واضح يعني. بعدها نجي لنقطة تانية هامة جدا وهي الكاميرات. إذا كان كاميرا أمامية ولا خلفية فينا نختبرون عن طريق إنه نفتح الكاميرا ونجرب نصور بالآيفون أو بالسامسونج أو أجهزة الأندرويد بشكل عام. بأجهزة الآيفون في ميزة إنه عن طريق الكاميرا الأمامية فينا نعرف إذا الشاشة المركبة على الجهاز أصلية ولا لا، يعني إذا كانت الشاشة مغيرة ولا الجهاز فيه الشاشة الأساسية من أبل لحد الآن. جودة الكاميرا الأمامية مرتبطة كتير بالشاشة، لأنه الكاميرا بتكون تحت الشاشة، تحت زجاج الشاشة الأمامي. يعني إذا كان الشاشة المركبة أو الزجاج غير أصلي رح تكون دقة الكاميرا الأمامية تعيسة جدا، وهذا الشيء بنعرفه عن طريق إنه ناخد صورة ونشوف ونقارنها بموبايل تاني. يعني إذا كنا عم نشتري آيفون 11 أو آيفون 12، حدا عنده موبايل نفس الفئة، نقارن الصورة اللي صورناها بالموبايل المستعمل مع الصورة الأصلية، وبناء على ذلك نعرف إذا كانت الشاشة مغيرة ولا لا، وكمان نعرف إذا الكاميرات فيهم مشاكل ولا لا. النقطة الأهم اللي لازم نفحصها كمان هي الشبكات، إن كان بلوتوس، واي فاي ولا 5G 4G 3G. هاد شي لازم نفحصه لأنه الشرائح اللي موجودة بالأجهزة إلى عمر لحتى تتلف. يعني معظم الموبايلات أو معظم الشرائح اللي تكون موجودة بالموبايلات عمرها الافتراضي بين 4 إلى 5 سنين، بعدها ببلش أداء يقل، وببعض الأحيان كمان تتلف بشكل كامل والجهاز ما بعود قادر على الاتصال بالشبكات. اللي لازم نعمله هو إنه وقت نفحص الموبايل المستعمل نأخذ معنا شريحة، إن كان شريحة موبايل أو شريحة إنترنت فقط، ونحطها جوا الجهاز ونتصل بالإنترنت ونشوف الموبايل رح يتصل، رح نهدر نجري المكالمات ولا فيه مشكلة. والبلوتوس نفحصه كمان على الشكل التالي، إنه نوصل سماعات بلوتوس أو ساعة أو أي جهاز ثاني بافل اللي هو، ونتحرك نشوف الموبايل رح يتم اتصل ولا رح ينقطع الاتصال بشكل مباشر وسريع بمجرد ما بعدنا عن جهاز شوي. الواي فاي فحصه هو أسهل شيء، أكيد محل اللي نشتري منه الموبايل إذا كان محل موبايلات، أو إذا كنا عند حدا بالبيت رح ناخذ منه الموبايل عنده شبكة إنترنت، نتصل بالشبكة ونشوف في إنترنت ولا لا. إذا كنت مكمل الفيديو معنا لهلأ ومتابع فحطلنا لايك، ورجاء اشترك بالقناة لأنه هاد الشيء رح يساعدني ورح يحفزني أكثر إنه أعمل فيديوهات، ورح يخليني أحسن جودة الفيديوهات، لأنه كمان اتضح أنه أكثر من 80% من متابعين فيديوهاتي هن غير مشتركين بالقناة. عمر الجهاز وقدمه أمر هام كتير بشريه إذا كان مستعمل. يعني لما نأخذ موبايل آيفون 11 مثل اللي معنا بالمثال، فينا نشوف إذا الموبايل لسه معه كفالة ولا لا عن طريق أنه نفتح الموبايل ونروح على الإعدادات، على الجنرال أو الإعدادات العامة، ونفوت على الإنفو أو المعلومات. هون في نقطة بتكون موجودة تحت السيريال نمبر مباشرة،
اللي هي بيكون موجود فيها، اذا الجهاز لسه معه كفاله ولا الكفاله منتهيه. اذا كانت كفاله منتهيه معناتها الجهاز صار له اكثر من سنه مستعمل، بهالحاله يعني بيكون من فئه ال 12 ال 11 او حتى 13، فهون بننسى موضوع الكفاله او بننسى موضوع دعم الشركه لاي عطل. اذا كان الجهاز من فئه ال 14 مثلا بالايفون فهون بيكون في كفاله، لازم نفحص على حتى نعرف عمر الجهاز. لان النقطه الحساسه والمؤثره بشراء اي جهاز مستعمل او حتى اي جهاز جديد وهي البطاريه. عمر البطاريه امر مهم جدا لحتى نعرف اذا استخدامنا للموبايل راح يكون عملي والموبايل راح يريحنا، ولا الموبايل راح يكون جهاز فقط موجود معنا وكل ما نستعمله بدنا نضطر نستخدم باور بانك او بطاريه خارجيه. بالنسبة لأجهزة الآيفون ما بنصح أي حدا يشتري آيفون مستعمل بطاريته عمرها تحت الـ 80 أو حتى تحت الـ 85%، لأن البطاريات بشكل عام عندها عدد دورات شحن معينة. كل ما قلت هاي دورات الشحن مع استخدامنا للجهاز وشحنه كل ما نقص عمر البطارية. والعوامل الثانية اللي بتأثر على البطارية منها الحرارة، منها سوء الاستخدام، منها طول مدة الاستخدام للمرة الواحدة، منها سوء الشحن كمان. هاد شي بيعني انه كمان لازم نفحص الجهاز او نسأل الشخص اللي عم نشتري منه شلون كان يشحن الجهاز، هل كان يشحنه بشحن اصلي اللي هو من شركة ابل او من شركة سامسونج اذا كان جهاز سامسونج او من اي شركة تانية، او كان عم يشحنه بشاحن من طرف ثالث، يعني شاحن صيني مشتري بدولار او 2 دولار وكابل شاحن غير اصلي. كل هاي العوامل بتأثر على عمر بطارية الجهاز. اذا اضطرينا واشترينا موبايل بطاريته عمره اقل من 80 او اقل من 80% او حتى جهاز اندرويد مستعمل صار له فتره، فنحن بهالحاله هي فينا نفاصل وننزل من سعر الجهاز بشكل كبير، لانه اذا كان عمر البطاريه القديم هذا الشيء بيعني انه نحن بعد فتره ليست طويله مضطرين نبدل البطاريه، وتبديل البطاريه سعره ليس قليل. سعر البطاريه غالي جدا بالموبايلات وتبديلها مكلف. لهذا الشيء لما نشوف موبايل مستعمل بطاريته تعبانة فينا أو لازم ننزل من سعره كتير. بالنسبة لعمر البطارية بالأيام المقبلة رح ننزل فيديو إن شاء الله فيه نصائح وإرشادات لحتى نحافظ على بطارية الموبايل. التأكد من الموبايل إذا كان مسروق ولا لا. مثل ما بنعرف إنه الموبايل هو قطعة صغيرة معرضة للسرقة بشكل سهل وسريع كتير، هذا الشيء بيعني إنه في احتمالية إنه يكون في كتير موبايلات مسروقة بسوق الأجهزة المستعملة. شو فينا نعرف هذا الشيء؟ في موقع اسمه Stolen Smartphone أو Stolen Phone Checker. كل اللي علينا نعمله هو إنه نفتح الموقع عن طريق البراوزر، يعني المتصفح، إذا كان سفاري ولا كروم ولا مايكروسوفت إيدج اللي بدنا إياه، حتى فايرفوكس كمان، ونحط فيه رقم الـ IMEI. رقم الـ IMEI فينا نلاقيه بإعدادات الهاتف، بالخيارات العامة يعني الـ About، وبعدها ننزل لتحت على الأخير بعد ما نفوت على إنفو أو المعلومات معلومات الهاتف، راح نلاقي هون IMEI 1 IMEI 2. الرقم الأول اللي هو رقم 1 فينا نحطه على الموقع ونحط له تشيك، وهو راح يعرف إذا هذا الجهاز مسجل إنه كان مسروق ولا لا. النقطة اللي كمان كتير ضرورية وبدونها ما لازم نشتري موبايل أو بدون ما نفحصها هي حساب الآي كلاود أو الأبل آي دي. مهم جدا ان الموبايل اللي حنشتريه ما يكون مفعل عليه او مسجل فيه دخول من حساب ابل اي دي واي كلاود. ليش؟ لانه اذا مسجل عليه حساب وما عندنا بياناته لنسجل خروج، هذا الشيء بيعني انه الموبايل مسروق او انه صاحب الموبايل اللي بده يبيعه عامل عليه حساب وما عرفان يسجل فيه خروج او نسيان كلمه السر. هذا الشيء بيعني انه الموبايل باول موقف نتعرض له يطلب مننا كلمه سر الاي كلاود او الابل اي دي راح ينقفل، لانه كلمه السر ما هي معنا ونحن ما رح نحسن نعطي كلمة سر من عندنا، لأنه بعد 3 محاولات رح يقفل. هاد شي بيعني إنه أي موبايل فيه عليه حساب آي كلاود وأبل آي دي مسجلين لازم اللي بدنا نشتري منه يسجل خروج أو يطلع منهم أو يلغيهم من الجهاز. إذا ما حسن فحذاري ثم حذاري إنه نشتري موبايل، لأنه رح نكون حرفيا عم نكب مصاراتنا على الفاضي. وبالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هي نقطة تعرض الهاتف للمياه أو غرق الجهاز او تعرضوا لاي سائل تاني، شركة ابل على موقع الرسمي راح احط لكم الرابط تحت للنصائح والارشادات اللي حاطينهم، هو كيف فينا نفحص اي موبايل من اي سلسلة من سلسلات الايفون اذا كان متعرض للمياه او لاي نوع اخر من السوائل، واذا كان هالشي خطير لا. هاد الشي شركة ابل حاططه بشكل رسمي على موقع فيكم تفحصوه. نقطة هامة جدا لازم نشوفها، لانه الموبايلات ايه هي ضد المي وضد الرزاز بس بدرجات معينة وعمق معين ودرجات حرارة معينة كمان.
هذا كل شيء كان معنا لفيديو اليوم من أهم إرشادات شراء الموبايل المستعمل. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا في أي موضوع معين حابين أحكي لكم عنه بالفيديو القادم. سلام.